النهارده يا جماعه جايين نتكلم معاكم عن التشخيص، كل ما يخص التشخيص النزله المعويه وكل ما يخص علاج النزله المعويه، سواء كان علاج الاعراض او علاج المرض نفسه. لكن بعد الفاصل انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور أحمد عطية الدهشان، رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية وباحث في العلوم الطبية الحيوية في اسطنبول. النهاردة جايين نتكلم معاكم يا جماعة عن النزلة المعوية، هنتكلم عن الأسباب، التشخيص، العلاج. إما نيجي نتكلم عن التشخيص، إما نيجي نقول تشخيص النزلة المعوية، لازم نعرف إن النزلة المعوية دي هي عبارة عن عدوى. هذه العدوى قد تكون عدوى بكتيرية، قد تكون عدوى فيروسية، قد تكون طفيليات في الأمعاء. كل هذه أسباب للنزلة المعوية. طب إيه هو العرض اللي مفروض بيكون موجود عند كل الناس؟ يعني أنا مثلا وليكن إمتى أفترض إن عندي نزلة معوية؟ أفترض إن عندي نزلة معوية إن إحنا يكون عندنا إسهال. يعني إمتى ما يجي مجيل البيشنت في العيادة عندي ويقول لي أنا عندي إسهال، يبقى كده أبدأ أفترض من ضمن الاحتمالات نزلة معوية. قد يكون مصاحب مع النزلة المعوية دي سخونية، قد يكون ترجيع، قد يكون في شوية تقلصات أو مغص، دي كلها حاجات. يبقى لما نيجي نشخص النزلة المعوية نقدر نقول إن هي عبارة عن إسهال بيصاحبها بعض الأعراض الأخرى زي السخونية، الترجيع، المغص. دي كده بالنسبة للتشخيص. الطبية العمومية للتغذية العلاجية بننصح كل الأطباء إن هم قبل ما يقولوا إن دي نزلة معوية يعملوا فحص البطن. ليه نعمل فحص البطن؟ عشان نتأكد إنها مش مشكلة جراحية. بصوا يا جماعة، أي حد بيكون عنده نزلة معوية يعني عنده إسهال، فالشخص عنده إسهال بيبقى عرضة للجفاف. علشان كده بنصح كل الناس بلا استثناء، لو أنت عندك نزلة معوية أول حاجة لازم نعوض الجفاف، ودي تاخدنا في نقطة أعراض الجفاف بشكل بسيط. قبل ما نتكلم عن العلاجات لازم نتكلم عن أعراض الجفاف. أعراض الجفاف تلاقي لسانه ناشف، جلده ناشف. يعني ايه جلده ناشف يا دكتور؟ بعرفها ازاي دي؟ يعني انت لو مسكت بطنك كده وشدتها لبره، بدل ما هي الطبيعي ان هي بتخش بشكل سريع، لو شدتها لبره تبدا تخش بشكل بطيء جدا. لما تيجي تخش بشكل بطيء جدا كده تبقى تعرف ان انت جلدك ناشف، يبقى انت عندك جفاف. يبقى لسانه ناشف، جلده ناشف. لما تيجي تساله عن كميه البول يقول لك قليله، بيعمل يعني البول عنده صعب جدا. عشان كده من ضمن برضو الاعراض اللي احنا ناكد ان هو عنده جفاف ان هو كميه البول بتاعته قليله. تلاقي عينيه داخله لجوه قوي عن الطبيعي بتاعه، يعني تشوف وتلاقي عينيه داخله لجوه. يبقى بشكل بسيط كده ما نيجي نقول اعراض الجفاف، نقول اعراض الجفاف اربع حاجات اساسيه: لسانه ناشف، جلده ناشف بيرجع بصعوبه لما تشده لبره، عينيه داخله لجوه، كمية البول بتاعته قليلة لما تيجي تسأله عن كمية البول اللي هو بينزلها. لو عدوى فيروسية كده كده تتحسن في خلال أسبوع، من أسبوع لعشر أيام حد أقصى كده كده بتتحسن. ولا نستخدم المضادات الحيوية على الإطلاق. أنا بستغرب لما يجيلي في روشتة حد عنده عدوى فيروسية ومكتوب له مضاد حيوي. طب كاتب له مضاد حيوي على إيه يعني؟ فرجاء يا جماعة عايزين نفهم، احنا دلوقتي القناة بتاعتنا ديت لزيادة الوعي الطبي، ان احنا نوعي الناس بشكل مستمر، ان هي تعرف شوية في التشخيص. مش بنقول اللي تعرف بنسبة 100%، تعرف شوية في العلاجات. ليه ما تعرف الحاجات ديت لا تقع تحت طائلة النصابين او الناس اللي عاملة بيزنس مع شركات ادوية علشان تبيع لها ادوية او منتجات وبس. علشان كده يا جماعة عايزين نقول اول حاجة، ما نيجي نتكلم النزلة المعوية لو هي عدوى فيروسية يبقى ما بنعالج الاعراض فقط، ولا نستخدم المضادات الحيوية، وكده كده تتحسن في خلال من أسبوع لعشر أيام حد أقصى. احنا دلوقتي العدوى الفيروسية بنتعامل معها ازاي؟ لكن يا دكتور بشكل بسيط قوي، حضرتك اعرف ازاي العدوى دي عدوى فيروسية؟ بشكل بسيط يا جماعة، لو بنشخص العدوى الفيروسية بنقول ان هي ان هو كده كده في الثلاث حالات، سواء كانت عدوى فيروسية او عدوى بكتيرية او طفيليات، في كل الحالات في اسهال. لكن علشان بقى نميز ما بين العدوى البكتيرية والعدوى الفيروسية والطفيليات، نقدر نميز الموضوع ده بشكل بسيط قوي، ان تلاقي في حالة العدوى الفيروسية في شوية سخونية بسيطة، في شوية سخونية بسيطة مع والمريض تلاقي حالته العامة جيدة، يعني ما فيش أي أعراض، الأعراض الكتيرة اللي تخوفها، فقط شوية سخونية بسيطة مع شوية إسهال، خلاص ده نقدر نقول عليه عدوى فيروسية. عدوى البكتيرية نعرفها إزاي؟ الراجل ده بيكون عنده سخونية عالية جدا، زائد المريض حالته العامة غير جيدة، سخونية، ضعف عام، إرهاق،
تلاقي بيبقى باين في الحالة بتاعته، زائد احيانا يكون موجود فيه دم في البراز واحيانا يكون غير موجود دم في البراز، فدي هي العدوى البكتيرية. طب ازاي بقى، طب الحالة دي بنعالجها ازاي؟ بنعالج العدوى البكتيرية من خلال مضاد حيوي وبنعالج الاعراض اللي موجودة. السؤال دلوقتي بقى بيطرح نفسه، يا دكتور طب انا لو ما خدتش مضاد حيوي اثناء العدوى البكتيرية اللي هي موجودة عندي، هل انا ممكن اتحسن من النزلة المعوية اللي موجودة عندي؟ بكل بساطة الاجابة قد يتحسن صاحب العدوى البكتيرية من النزلة المعوية بدون مضاد حيوي. لكن الحالة بقى الثالثة اللي هي تاخدنا بقى الحاجة الثالثة اللي هي الطفيليات في الأمعاء. دكتور هنعرف الطفيليات في الأمعاء ازاي؟ هنعرفها من خلال تحليل البراز. بالفعل بيبان في تحليلة البراز ان فيه طفيليات، يعني التشخيص الوحيد للطفيليات في الأمعاء من خلال تحليل البراز، علشان بس ما حدش اي يجي يقولك اي كلام. يبقى احنا قلنا العدوى البكتيرية تبقى عبارة عن ايه، قلنا العدوى الفيروسية عبارة عن ايه، قلنا الطفيليات بنعرفها ازاي. من خلال عينة براز، من خلال عينة براز نقدر نعرف ان في طفيليات في الامعاء. طبعا بالنسبة للاعراض اللي موجودة عندنا بيكون في اسهال بدون قيء او سخونية، احيانا مع دم او مخاط. التشخيص بنشخصه من خلال عينة براز. العلاج بتاعنا بنحتاج علاج للديدان وعلاج للاعراض. دلوقتي نتكلم عن نمسك موضوع العلاج ده ونتكلم واحده واحده. حضرتك يا دكتور قلت مضادات حيويه بنستخدمها في حاله العدوى البكتيريه، ما بنستخدمهاش في حاله العدوى الفيروسيه او في حاله الطفيليات اللي موجوده في الامعاء. لكن واتكلمت حضرتك بنعالج الاعراض، حضرتك سبت لنا الموضوع كده مش واضح لينا، الكلام غير واضح بالنسبه لنا. طب تيجي نمسك نقطه نقطه. احنا اتكلمنا دلوقتي يا دكتور طب هل بنحتاج لعلاج طارئ في النزله المعويه، يعني في حاله النزله المعويه بنحتاج لعلاج طارئ؟ يا جماعه الشيء الوحيد اللي بيحتاج لعلاج طارئ في النزله المعويه هو علاج الجفاف، علشان كده بنفضل ان احنا نستعمل مثلا محلول ملح زي رينجر عشان نصحح نسب الاملاح في الجسم وبالتالي علاج الجفاف في الجسم. يبقى ديت الحاجه الاولانيه. بعد كده بقى نتكلم عن حضرتك يا دكتور سبت لنا برضو الدنيا عايمه كده، طب تعالوا بقى نتكلم واحده واحده بقى في كل المضادات الحيويه. احنا دلوقتي قلنا المضادات الحيويه نستخدمها في العدوى البكتيريه فقط، اما العدوى الفيروسيه اللي نستخدم فيها المضادات الحيويه، وفي الامبريس يعني سواء كانت عدوى بكتيريه او عدوى فيروسيه بتاخد من 7 إلى 10 أيام وبتروح حتى لو ما استخدمناش مضادات حيويه. لا في حاله فقط الطفيليات او ديدان في الامعاء لا بنحتاج ان احنا نعالج الديدان اللي موجوده في الامعاء. وزائد علاج دكتور ايه هي الحاجات اللي احنا المفروض هنكتبها في الروشته بتاعتنا؟ الروشته بتاعتنا يا جماعه تبقى كالاتي. اول حاجه بالنسبه لروشته النزله المعويه نكتب حاجه اسمها سيبرو فار، ده تابلت، ده اقراص مضاد حيوي بنكتبه مضاد حيوي قاتل للبكتيريا. يعني في حاله العدوى البكتيريه فقط نستخدم المضاد الحيوي، اما في حاله العدوى الفيروسيه لا نستخدم المضاد الحيوي. طب يا دكتور زي ما قلت كده وبعيد، لو احنا ما استخدمناش خالص المضاد الحيوي في حاله العدوى الفيروسيه او حاله العدوى البكتيريه الحاله بتاعتنا هتتحسن؟ ايوه الحاله بتاعتنا بتتحسن. يبقى سيبروفار اول حاجه، او الماده الفعاله بتاعتنا لما نيجي نكتب يفضل نكتب الماده الفعاله سيبروفلوكساسين، دي الماده الفعاله بتاعتنا، قرص مرتين يوميا. ده اول حاجه في الروشته بتاعتنا. زي بس قلنا لو احنا ما استخدمناهوش هل يضر؟ لا. فقط الحاله الوحيده اللي احنا بناكد ان احنا نستخدم فيها هذا المضاد الحيوي في حاله الفطريات، زي ما احنا قلنا كده لو في حاله في ديدان في الامعاء او كده بنستخدم مضاد حيوي. تاني حاجه بقى نكتبها في الروشته بتاعتنا النهارده اللي هي الكيتوفان. الكيتوفان خافض للحرارة مسكن وخافض للحرارة ومضاد للالتهابات. قرص 3 مرات يوميا. ده كده بالنسبة للكيتوفان. طبعا ده عبارة عن أقراص، قلنا قرص 3 مرات في اليوم. تالت حاجة احنا برضو بنستخدمها في الروشتة بتاعتنا لو احنا عندنا ترجيع، بنستخدم حاجة اسمها البريم بران ده تابلت، ده البريم بران، وبناخد حاجة معاه كمان اللي هو الستريبتوكين ده تابلت، ده قرص 3 مرات
يوميا. ده قاتل للأميبا ومضاد للإسهال، ده قاتل للأميبا ومضاد للإسهال. يبقى احنا كده قلنا الروشتة بتاعتنا، احنا كده اتكلمنا على روشتة الطبية اللي تتكتب في العيادة بتاعتنا. بس احنا قلنا المضاد الحيوي، حتى عملناه بلون مختلف اهو. المضاد الحيوي مش شرط ان احنا نستخدمه في العدوى البكتيرية او العدوى الفيروسية، برغم ان هو للبكتيريا ممكن قد نحتاج نستخدمه للبكتيريا، لكن لو ما استخدمناهوش كده كده المشكلة بتروح في خلال من 7 أيام ل 10 ايام. لكن الحالة الوحيدة اللي بنستخدم فيه ده بنستخدمه في حالة ان احنا عندنا ديدان في الامعاء، ويبقى بناخد حاجه مضاد مسكنه ومضاد للحراره، مسكن وخافض للحراره ومضاد للالتهابات زي الكيتوفان تابلت، وده قرص 3 مرات يوميا. وبناخد البرمبران تابلت، ده قرص مره يوميا من مره لمرتين يوميا. والستريبتوكين حاجه قاتل للاميبا ومضاده للاسهال، وده بناخده قرص 3 مرات يوميا. بصوا يا جماعه بشكل بسيط كده علشان ما نلفش وندور كده مع بعض، علشان نحاول نخلص الحلقه ديت في 3 4 دقائق، بحيث ان كل الناس تستفيد، سواء كنت طبيب امتياز او حتى لو بشكل عام تتفرج. احنا طبعا بنفسحنا عايزين نفيد كل الوطن العربي كل هذه المعلومات، لقينا نقص كبير جدا في اليوتيوب عن هذه الاشياء اللي احنا بنقول للناس تسمع الفيديو للنهايه، علشان هتعرف كل التفاصيل اللي يجب ان تعرفها عن حموضه المعده وقرحه المعده. لما نيجي نتكلم عن قرحه وحموضه المعده نقدر نقول بشكل بسيط مريض عنده وجع في صدره، عنده وجع في بطنه، بيعاني من حموضة وحرقان بتزيد بعد الأكل أو عند النوم، وممكن يحصل فومتنج أو ترجيع. الأسباب بتاعتنا بكل بساطة نقدر نقول إنها زيادة إفراز حمض المعدة نتيجة استخدام أدوية معينة أو نمط الحياة الغير صحي أو نظام الغذاء الغير سليم أو شرب الكحوليات أو المشروبات الغازية. اتكلمنا عن التعريف والأسباب، دلوقتي نتكلم عن التشخيص. ده وجع متكرر بيشاور عليه العيان بصباع واحد. الوجع بيزيد مع الأكل في حالة قرحة المعدة، وبيقل مع الأكل في حالة قرحة الاثنى عشر، زيد بعد الأكل في حالة ارتجاع المريء، وبيطلع على صدره كحموضة عند النوم. وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا، بس أتمنى من كل الناس بلا استثناء، احنا طبعا هنديكم الهدية بتاعتنا اللي هي بنديها لكم في كل حلقة بتاعتنا، روشتة الطبية اللي بتتكتب داخل العيادة لعلاج قرحة المعدة. روشتة يا جماعة بتكون كالتالي، لو احنا تذكرنا في البداية ما جينا اتكلمنا عن الأسباب، قلنا السبب الرئيسي لقرحة المعدة هو زيادة إفراز الحمض المعدي. فاحنا عشان في زيادة في إفراز الحمض المعدي، في أول دواء هنديه حاجة تقلل إفراز الحمض المعدي. يبقى الدواء الأولاني حاجة بتقلل إفراز الحمض المعدي. الحاجة التانية بندي دواء بيعمل على تبطين وحماية الجدار المعدي من الحمض المعدي نفسه، لأن احنا قلنا هو موجود بشكل مبالغ فيه فقد يضر الجدار المعدي نفسه، فاحنا بنضطر ان احنا نكتب دواء بيعمل على تبطين جدار المعدة. الحاجة الأخيرة بندي مضاد حيوي قاتل للبكتيريا المسببة لقرحة المعدة للإفراز حمض المعدة. الحاجة التانية هنعمل على تبطين جدار المعدة من الحمض المعدي، وحاجة التالتة نندي مضاد حيوي قاتل للبكتيريا المسببة للقرحة المعدية. يلا نشوف ازاي. أول حاجة بنكتب الأوميز تابلت 40 ملي جرام، ده بناخد قرص لمدة 2 شهر قبل وجبة الفطار. ده بيعمل على تقليل إفراز حمض المعدة، ده كده رقم واحد. تاني حاجة هنكتبها معانا، نعمل على تبطين جدار المعدة من الحمض المعدي. تاني حاجة نكتب حاجة اسمها الإيبيكو جيل تابلت، لا ده مش تابلت، ده ساسبنشن. ده هناخده معلقة كبيرة 3 مرات يوميا بعد الاكل. ده هيعمل لنا على تبطين الجدار المعدي لحمايه الجدار المعدي، تبطين الجدار المعدي وحمايته من الحمض المعدي. ده كده الرقم 2. تالت حاجه
هندي حاجة بتقتل البكتيريا المسببة لقرحة المعدة، اللي هو مضاد حيوي زي المترو نيدا، مترو نيدا نيدازول، ده تابلت، ده هناخد منه قرص 3 مرات يوميا لمدة أسبوعين. ده كده بشكل رئيسي 3 حاجات اللي بتكتبوا في روشتة علاج قرحة المعدة والحموضة وارتجاع المريء. يبقى احنا كده زي ما احنا قلنا، اول حاجة بندي حاجة تقلل لنا من افراز حمض المعدة زي الاوميز، تاني حاجة بندي حاجة تبطن تحافظ على الجدار المعدي اللي هي الايبيكوجيل، واخر حاجة بندي مضاد حيوي قاتل للبكتيريا زي المترو نيدا زول. وبكده نكون خلصنا الروشتة بتاعتنا. في نهاية الفيديو يا جماعة، لو حسيت ان انت استفدت حتى لو استفادة بسيطة بالفعل، او اول معلومة لأول مرة تاخدها، حاول قدر الامكان ان انت تنشر هذا العلم من خلال ان انت بشكل بسيط تعمل مشاركة لاصدقائك وحبايبك، فالدال على الخير كفاعله. دي كده النقطة رقم 1. ما تبخلش علينا بلايك بكومنت، لو عندكم اي اقتراحات لفيديوهات عايزين نتكلم فيها بحيث ان احنا ننشر الوعي الطبي بشكل مستمر، بحيث ان احنا لا نقع تحت طائلة النصابين. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطية دهشان، رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية والباحث في العلوم الطبية الحيوية في اسطنبول. دمتم بصحة وعافية.